عليك يا بشاويش. من يد من اقدمها يا بيض. الله، مش تفتحي؟ معلش يا حبيبتي، اصلا ايدي كانت متوسخه فقلت اغسلها فطرطشت عليكي. جرى ايه بقى؟ مش عارفه انا مالي جايه اكحلها عمتها. ما تزعليش مني، انا اسفه. مالك يا اختي بتبصيلي كده ليه؟ اكنك مثلا مش مصدقاني وانا بحور عليكي. ده انتوا كلكم كده بقى. يعني ايه يا بيضة كلنا كده؟ يعني بنتبلى عليكي يعني ولا ايه؟ لا ابدا ولا حاجة. يبقى تشتغلي وانت خارصة. معرفش بقى، هي طالبة معايا نظافة النهاردة، عايزاكي كده تمسحيلي الحمام وتطوقهولي وتحصليني على العنبر يا حبيبة قلبي يا موز زنتي. ايه، في حاجة مش عاجباكي ولا ايه؟ وعايزاكي تخلصي بسرعه الحمام، هو احنا مش هنقعد فيه طول النهار، ده احنا لسه ورانا حمامين تانيين، فاهمه يا بيضه؟ اوعوا ولاد كلب.